السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى كده تكون الفيديوهات اللي انتوا بتتفرجوا عليها بتستفادوا منها ان شاء الله. النهارده باذن الله هنشرح الدرس الثاني من الجزء الثاني من ماده الرياضه الماليه، وهو القيمه الحاليه والخصم. احنا خدناه في الجزء الاول تمام بفايده بسيطه، وهناخده في الجزء الثاني بفايده مركبه تمام. طيب ايه الفكره بقى بتاعتنا؟ بس طبعا يعني قبل ما نبدا كده، لو انت ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان الناس كلها تستفيد والفيديوهات توصل لاكبر عدد ممكن. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يبقى معاك ورقه وقلم وتقعد وتركز معايا وتكتب معايا كده اكنك قاعد في محاضره عشان تلخص الحاجات اللي احنا بنعملها. انا كده كده هديك يعني الخلاصه بتاعتها، ولكن لما بتكتب بايدك الحاجه بتثبت اكتر. جميل. طيب ايه القصة بقى عندنا؟ القيمة الحالية والخصم. طبعا زي ما انت عارف اللي احنا كان عندنا الرمز اللي كنا بناخده في حاجة كان اسمها قفحة، دي اسمها القيمة الايه؟ القيمة الحالية. خلاص، دي الايه؟ ده الرمز. طيب عندي في حاجة اسمها قاف سين، ودي بنرمز لها بالرمز الايه؟ او الرمز بتاعها باسم القيمة الاسمية، يعني هنفتكر مع بعض. وعندي العين ده اللي هو المعدل بتاعي اللي هو النسبة. خلاص. طيب وعندي النون اللي هي المدة، سنين مثلا، سنة سنتين ثلاثة أربعة. طيب وعندي الخاء اللي هو ايه؟ اللي هو الخصم. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجة عندنا دي الرموز بتاعتنا عشان اللي مش فاكر يفتكر ايه؟ يفتكر معانا. دي اول حاجه. طيب انا عندي في قانونين، يعني انا هشتغل بقانونين. ايه هو القانونين؟ عندي اول قانون بتاعي اللي هو لو انا عايز استخدم الجدول، يعني هو لو جاب لك مثلا جاب لك جدول كده خلاص بيجيب لك في الامتحان، وهنا هيبقى سنه سنتين مثلا ثلاثه اربع سنين خمس سنين الخ لحد ما ايه ما تيجي. تاني حاجه كان القانون بتاع الفايده والجمله اللي هو قف عين في نون، خلاص مالناش دعوه بيه. بعد كده في الجدول هيديك القانون اللي بعده الثاني، هتلاقيه اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو عباره عن واحد او القيمه الاسميه، ماشي. هنفتح قوس هنقول واحد زائد النسبه بتاعتي مثلا 18% ايا كان، ماشي. بعد كده اقفل وعلى السنين 5 4 6 8 زي ما تطلع، هو مديهولك كده. طيب انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر ادخل القانون ده على الاله، اعوض بالارقام وادخل، خلاص يبقى انا مش محتاج الجدول. طب لو انا عايز احتاج الجدول يبقى هبدا اشوف هو مديني كام سنه وهبص على عدد السنين، لان هو كل سنه هنا مديك ارقام، يعني مديك مثلا ارقام انا هنزلها لك دلوقتي برضو على الشاشه. مديك ايه؟ مديك ارقام لحد مثلا، شوف انت بقى ايه، هنقول مثلا السنه الخامسه هو مديها لي، مديك مثلا 7 8 9 4. فانت بتاخد الرقم ده وتقوم ضربه في الايه؟ في القيمه الاسميه اللي هو مديها لك في المساله. فهمنا كده؟ ده لو انا عايز اشتغل بالجدول. ولكن كده كده هو بيديك الشيت ده، بيديك منه مثال في الامتحان. لو انت مش فاكر القانون هتلاقي القانون موجود معاك في الامتحان، خده وعوض بيه على طول، اسرع واحسن. عايز تعمل كده مفيش مشكله. فانت بتاخد مثلا الرقم اهو الخمس سنين، وده الرقم اللي قصاده اللي هو القانون، واقوم ضربه سي مثلا في القيمه الاسميه، في القيمه الاسميه اداني 25000، هيطلع يبقى هو ده الرقم بتاعي تمام. يبقى انا عندي في عندي اول قانون بتاع القيمه الحاليه بيساوي ايه؟ هيساوي قاف سين في ح نون على ايه؟ على عين النسبه بتاعتي. يعني ايه؟ يعني ده القانون بتاعي. خلاص. ده لو انا هعمل بالاله، لو انا هعمل لو انا هعمل بالجدول هشوف هو مديني كام سنه واعوض زي ما قلت لك، واخد الرقم القيمه الاسميه واقوم ضربه فيه هيطلع لي الرقم بتاعي. طيب في عندي قانون الخصم عشان لو طلب مني الخصم. ايه هو قانون الخصم؟ والله بيقول لك الخاء هتساوي اللي هي قاف قاف س ناقص قاف ح، الرقم اللي انت بتطلعه بتطرحه من ده تمام. طيب يبقى انا عندي اهم حاجه بالنسبه للجدول هشوف النسبه عندي ايه اللي هو طالبها لي في التمرين، وبناء عليه هبدا احل. فهو الدنيا كلها سهله، ما فيهاش ان شاء الله يعني ما فيهاش اي صعوبه.
ماشي. طيب تعالوا كده نحل اول مثال عندي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كمبياله قيمتها الاسميه 25,000 جنيه. يبقى انا هقول له كده قاف سين هتساوي 25. اطلع ايه؟ اطلع مفاتيح الحل بتاعتي. طيب قال لك تستحق الدفع في نهايه 8 سنين، يبقى المده بتاعتي او سوري النون بتاعتي كام؟ 8 سنوات. ماشي. بعد كده قال لك فايدة مركبة المعدل اللي هو العين، قال لك 6%. طيب اهم حاجة بقى بالنسبة للستة في المية، لو انا هشتغل بقى، لو انا هشتغل جدول، هروح على الجدول وهشوف اللي النسبة بتاعته 6% فين عشان ابدأ اشتغل. طيب طالب منك ايه بقى؟ قال لك انا عايز القيمة، قال لك انا عايز القيمة اول حاجة اهو، القيمة الحالية للكمبياله تمام تبلغ كام، ومديك ايه؟ ومديك القانون. وتاني حاجه قال لك انا عايز ايه؟ عايز مقدار الخصم. يبقى انا عايز نقطتين، هجيب دي ازاي وهجيب دي ازاي؟ زي ما قلت لك لو انا عايز اشتغل على طريقه الجدول، فانا هشوف انا عندي هنا كام سنة، عندي النسبة بتاعتي كام؟ 6%. يبقى اروح اشوف الجدول اللي فيه 6%. طيب كام سنة؟ 8 سنين. يبقى انا كده هروح جبت الجدول بتاع 6%، خلاص اهو تمام. هنزل اعد لحد 8 سنين، 1 2 لحد السنة الثامنة، قصادها هيبقى في رقم، الرقم ده هيبقى 6 2 7 4 1 2، واقوم جايبه واقوم ضربه في القيمه الاسميه اللي هي ال 25,000، يطلع لي الرقم بتاعي. طيب لو انا عايز اعمله بطريقه الايه؟ الاله على طول ورايح دماغي. يبقى انا عندي القانون كده اهو، انا عندي القانون اهو عشان اعوض بيه، اقول له قاف س 1 زائد النسبه بتاعتي اللي هي المعدل، خلاص واقفل القوس على النون. طيب تعالى نعوض. انا عندي القاف س عندي بكام يا حبيبي؟ اهي عندي ب 25,000، فهم كاتب له 25,000، افتح قوس 1 زائد قانون. العين، العين عندي اللي هي النسبة اللي هي كام؟ اللي هي 6%، هقول له 6% اهو، وهقفل قوس فوق بقى كام؟ 8 سنين. جميل. واقول له يساوي. تعالى بقى كده نعملها على الآلة اهو، ادي الآلة بتاعتنا اهي تمام. خليها لك مايلة شوية عشان تبقى ايه، تبقى ظاهرة ليك. اول حاجة هعملها اهو، بعد كده هكتب ال 25,000، هنزل تحت افتح قوس 1 زائد 6%، هكتب 6 شيفت قوس عشان يديني نسبة علامة الفيلمية، هقفل قوس بعد كده ادوس اكس فوق عشان يطلع فوق، تتأكد ان هو فوق. كام سنة؟ قال لك 8 سنين، وانزل تحت بعد كده ادوس يساوي. طلع بكام؟ طلع ب 15,600 كام؟ 685 و30 قرش. اقوم كاتب كده اقول له تعالى، اقول له ادي 15,685 بوينت كام؟ بوينت 30. ده الرقم ايه؟ الرقم بتاعي. طيب هو قال لك انا عايز مقدار الخصم، يعني هو عايز قانون الخصم، وانا قلت لك فوق قانون الخصم اهو، قانون الخصم اللي هو قاف س ناقص الرقم اللي انا طلعته ده. دايما الخصم الكبير على الصغير، مش هاخد الرقم الصغير واقوم طرح من الكبير، لا. انا عندي القاف س او القيمه الاسميه كانت بكام؟ كانت ب 25 اهي، هقول له تعالى ادي 25,000، وهطرح منها الرقم ده، هقول له ناقص 15,685 بوينت كام؟ 30، واطرحهم على الاله يطلع كام؟ يطلع 9,314 و7 ايه؟ و7 من 10. يبقى ده عندي الإجابة، ده رقم ج في السؤال الثاني، وعندي ده الإجابة بتاعتي رقم د في السؤال الأول تمام. دي كده أول حاجة، أتمنى كده إن احنا نكون فهمنا الفكرة بتاعتها ماشية إزاي. طيب تعالوا ناخد سؤال تاني. طيب تعالوا نحل بقى السؤال التاني. بيقول لك اشترى تاجر قطعة أرض وحرر للبائع مبلغ قيمة إسمية كام؟ 9,800 او كام؟ لا 98,765
واتنين وبوينت 42 او 43 مش باين قوي يعني. قال لك تستحق بعد كام 5 سنين وفايده مركبه؟ قال لك ايه؟ قال لك 12%. طيب انا ممكن اخطفها على القلق على طول ورايح دماغي. واحد تاني يقول لك يا عم انا عايز امشي بالجدول. يا عم امشي زي ما انت عايز، عايز تعملها بالجدول اعملها. طيب واحد تاني يقول لي انا هخبطها على الاله، واحد تاني يقول لك طب انا لا انا هطلع بقى ايه المعطيات بتاعتي اللي هي قاف س هتساوي كام؟ قلنا هتساوي 98,765 بوينت كام؟ 43. وانا عايز المعدل بتاعي هيساوي كام؟ المعدل بتاعي طلع ب 12%. ماشي. وعندي السنين اللي هي النون طلع بكام؟ طلع بخمس سنوات. طيب ده لو انا عايز، لو انا ايه بتلخبط، فانا هكتب كده كده الحاجات بتاعتي عشان اعرف ايه اعرف احل. طيب اول حاجه هنجيب الايه القانون بتاعنا. تعال اهو نعمل شرطه كسر. القيمه الاسميه عندي بكام؟ 98,765 بوينت كام؟ 43. وانزل تحت افتح القوس بتاعي واقول له 1 زائد قانون النسبه عندي ب 12%، واقفل القوس واطلع فوق. قال لي كام سنه؟ 5 سنين. اقول له 5، بعدين هقول له يساوي. طلع بكام يا حبيب قلبي؟ طلع ب 56,000 اهو. يبقى انا كده هاجي اقول له ثمن اهو شراء الارض طلع بكام يا حبيبي؟ طلع اهو 56,042 بوينت كام؟ بوينت 15. واشوف انا موجود، والله هو مديني في التمرين يعني انا عندي مديني كام؟ بعد العلامه 172، وهنا مديني بعد العلامه 157. ما اقولش بقى مش لاقي، لا يا باشا اشوف اقرب رقم كام موجود واخده. قال لك هنا كام؟ مدولك 172. اقول له خلاص بوينت 172 المساله بتاعتي صح. الارقام اللي من 10 دي قرب لاقرب رقم، اهم حاجه الرقم الصحيح اللي قبليه. طب ممكن يجي هنا مثلا 56,042.99 طلعت معاك، وفي التمرين في الاختيارات مديك 56,000 ماشي 043 جابها لك رقم صحيح. ماشي يا عم شيل 99 قرش وهنزود رقم وخلصت الموضوع سهل. فانت ما توقفش الدنيا وتقول ايه ده الرقم مش موجود وتروح تختار لا شيء من مصابك ده لو مديك لا شيء. لا اوعى تعمل كده. فانت بتشوف اقرب رقم موجود ايه وبناء عليه بنختاره. طب لو انا همشي بطريقه الجدول، هاجي كده هبص على الجدول بتاعي، هروح ل اللي مكتوب في القانون اللي هو 1/1 زائد خلاص النسبه بتاعتي اللي هي العين على النون. هشوف وابدا اعد. قال لك كام سنه؟ ادي سنه 2 3 لحد ما اوصل للسنه الخامسه، واشوف الرقم اللي قدامه ايه واقوم واخده واقوم ضربه في كام؟ في القيمه الاسميه في ال 98,756. هيديك نفس الرقم ده، هو هيديهولك. طيب نفهم من كده ان القانون هيبقى موجود معاك في الجدول اللي هم ادوهولك. فانت خد القانون وعوض او عد الخمس سنين وروح عليه. فانت شوف يعني وانت ودماغك شوف انت حابب تعمل ايه واعمله، بس اهم حاجه تروح على الجدول اللي فيه 12%، ان الجدول بيبقى فيه 6 و8 و12 تمام على حسب بقى يعني. شوف هو اللي مدولك ايه، بس هو اللي كان مكتوب 6 و12 و18، فاحنا نشوف على حسب ايه المكتوب معانا وناخده. ماشي. طيب ده كده مثال. تعالى كده مدينا اخر مثال معانا عشان يبقى احنا كده خلصنا الدرس ده النهارده باذن الله. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك اشترى تاجر بضاعة ودفع الثمن، اشترى بضاعة ودفعها كام؟ ب 15,000 نقدا، وحرر البائع كمبيالة قيمتها الاسمية 20,000 جنيه. يبقى دي القيمة الاسمية بتاعتي كام يا حبيبي؟ اهو يبقى القيمة الاسمية بتاعتي 20,000 جنيه اهو، مش 15 ده معدل. طيب والمعدل قال لك المعدل عندك ب 12%. طب وعدد السنين؟ قال لك 5 سنوات تمام اللي هي النون. حلو قوي. طيب الراجل عايز ايه؟ الراجل قال لك اول حاجه انا عايز قيمه حاليه وعايز ثمن الشراء. طيب بما ان هو عايز ثمن الشراء المطلوب الثاني، فالرقم اللي انا هطلعه من القيمه الحاليه
هجمعه على 15,000 اللي هو ايه؟ اللي هو ثمن الشراء اللي هو كام؟ 15,000 جنيه. يبقى انا هطلع بالقانون ده، القانون ده هطلع بالرقم واجمعه على ده عشان يديني ايه؟ يديني ثمن شراء البضاعة كلها. طيب، او ده مقدم، ده المقدم. يبقى انا هعمل كل ده عشان اطلع ايه؟ ثمن الشراء بتاعي. طيب، عايز تمشي بالجدول امشي، عايز تعمل قانون اعمل قانون. يبقى اول حاجة هقول له قفحة القيمة الحالية بتساوي ايه؟ القانون بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو القاف سين اللي هي 20,000 جنيه اهي، على افتح قوس 1 زائد قانون، النسبة بتاعتي بكام؟ 12%، واقفل القوس فوق عايز ايه؟ عايز النون اللي هي 5 سنين. وخلاص يا معلم، خلصت المسألة على كده. تعال نعمل اهو، اقول له 20,000 جنيه وانزل تحت وافتح قوس 1 زائد. انت مع التكرار، شفت قوس مع التكرار هتلاقي نفسك خلاص، يعني انت بتحلها وانت نايم زي ما بيقولوا. طلع بكام؟ طلع ب 11,348.53. يبقى انا كده الناتج عندي طلع بكام؟ اهو 11,348 بوينت كام؟ بوينت 53. هعمل ايه؟ هقول له زائد، واجري اجيب الرقم ده على طول واحطه هنا، عشان هو عايز ايه؟ عايز بقى المطلوب التاني. ده كده المطلوب الاول. المطلوب التاني قال لك انا عايز ثمن شراء البضاعة كلها. فاقول له طيب مفيش مشكلة. اقوم جايب ايه بقى كده؟ اقوم جايب المقدم بتاعي، اقول له زائد 15,000، وتجمع الرقمين دول على بعض هيديك كام؟ هيديك بقى الاجمالي بقى كله 26,000 اهو، 26,348 بوينت كام؟ مش عارف، بنسى الاربعة، بوينت 53. يبقى هو ده ثمن الشراء، ده المطلوب التاني بتاعي. ثمن الايه؟ ثمن الشراء بتاعي. ومسألة ايه؟ ومسألة خلصت على كده. طيب، يبقى ده كده احنا خلصنا كده الدرس التاني، تمام؟ من الجزء التاني. طب ان شاء الله الفيديو الجاي بإذن الله هيبقى تسوية الديون، فاحنا نركز نشرب الدرسين ده، الدرس ده والدرس اللي فات، عشان نبدأ نشتغل برضو على درس ايه؟ تسوية الديون. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو النهاردة، وطبعا بشكر الناس اللي بتعمل لايكات وبتشير الفيديو، واشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله. تحياتي اسلام الاسد، ودي كانت قناة الدحيح للتعليم المدمج وكلية التجارة. السلام عليكم.